تعليق قانوني ودستوري حل مشكلتنا، ويمكن هذا ربما التعليق يقنع البعض خاصة المختصين. أولا دخلنا بدوامة خارج إطار القانون والدستور، كان يفترض بالرئيس الجمهورية في المادة 67 ورئيس الجمهورية في الصلاحيات 73 عاشرا 67 حامي الدستور عاشرا يتدخل في الأزمات السياسية وحلها، يذهب يقدم شكوى على النواب المتغيبين عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفق المادة 341 من قانون العقوبات، وبالتالي يحق للمحكمة للمحاكم العادية وليس المحكمة الاتحادية بأن تجرم النائب دون الاحتفاظ بما يسمى بالحصانة، لأن 341 ترفض الحصانة. يعني يفترض رئيس الجمهورية له مصلحة ما يعضى لانه ما ينتخبوه، لكن سالنا بها سيد جاسم قانونيا سالنا بها، بس حتى انا اسالك قانونيا يعني حتى نحن سالنا، قال النائب يحضر مجلس النواب بس من حقه ان يخرج من القاعه اثناء التصويت. اي يحضر يحضر اي بس مو ما يحضر، يعني من حقه يخرج من القاعه. فهذا ما على اي شيء، اول ما يحضر ويكتمل النصاب ممكن بعض النواب يستمرون بالبقاء. ما تقدرين يعني ست تقولين كلهم راح يخرجون من القاعه، هذا حل. الحل الثاني، طالما اكو اغلبيه برلمانيه ممكن تعديل المواد الدستوريه ومنها الماده 70 بما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهوريه، وتعديل الماده الدستوريه طبعا اسهل جدا. لا لا اسهل اسهل من حل اسهل من حل البرلمان. انا اتحدى الدستور الان، حل البرلمان معقد، بينما الان الحل اللي انا اقول عليه تعديل الماده الدستوريه. الإشكالية عندنا بتعديل المواد الدستورية، كان عندنا ثلثي تصويت ثلاثة محافظات بالدورة الأولى، الآن إذا كان أكو توافق كردي وسني وشيعي صدري لنفترض على تعديل المادة، ممكن أن يتم من خلال البرلمان والتصويت عليها شعبيا، وبالتالي تصبح المادة 70 مو ثلثي عدد مقاعد مجلس النواب، ممكن أن يكون بالأغلبية صعبة 50 صعبة صعبة. وراح نبقى على كم اسمحيني راح نبقى بدوامة، هذه الدوامة أنه لا التيار ومعه القوى السنية والديمقراطية يستطيعون أن يشكلوا حكومة، ولا الإطار أيضا يستطيع أن يقدم تنازلات ويكسب السنة والكرد وبالتالي يشكل. ودوامة هنا سقطت شرعية الوجود لكل مجلس النواب، لأن شرعية إنجاز ماكو. مجلس النواب تم انتخابه والتصديق عليه من قبل المحكمة الاتحادية على شرط، هو العقد بين المواطن ومجلس النواب. النائب يقدم حلول، النائب يشكل حكومة. زين النائب لا يقدم حلول ولا يشرع قوانين ولا يشكل حكومة وهو جزء من الأزمة، وشرعية والله وجوده نجح بانتخابات شارك بها 20% من الشعب العراقي، هذه كارثة كبيرة جدا. لذلك أزمتنا أزمة دستورية، مراكز قوى، عدم وجود حلول. للأسف الشديد بعض الحلول ترتبط بشخوص، يعني الآن أنا على يقين لو كان السيد رئيس الجمهورية هو المرشح لأن يكون رئيسا للجمهورية لقدم على خطوة 67 وعلى المادة 73 عاشرا وثم ذهب إلى المادة 30.